صح. اليوم سعيد باستقبال سعادة السيد بخاك السكون نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا. هذه الزيارة تعتبر زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى لوزير خارجية مملكة كمبوديا إلى المملكة المغربية، وهي زيارة مهمة لأنها ستشكل نقطة تحول مهمة في علاقاتنا الثنائية، وستفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين. وأود بهذه المناسبة أن أنوه عاليا بجهود سعادة السيد بخاك سكون المستمرة لتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا، وهذه الزيارة خير دليل على ذلك. بين المملكة المغربية ومملكة كمبوديا كاين علاقات قديمة وعلاقات متجدرة. الأمر يتعلق ببلدين، بمملكتين عندهم حضارة وعندهم تاريخ قديم، بعلاقات كانت دائما قائمة على الاحترام المتبادل وعلى التضامن. ما نساوش بأن المغرب كان شارك في عملية حفظ السلام في كمبوديا في بداية التسعينات، في إشارة إلى تضامنه ودعمه للعلاقة مع هذا البلد الأسيوي الصديق. هذه الزيارة كانت مناسبة للتأكيد على الالتزام المشترك للمغرب وكمبوديا بتعزيز هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى، ونحن نحتفل هذه السنة بمرور 27 سنة على إقامة العلاقة الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين. وكانت كذلك مناسبة اتفقنا على مجموعة من القضايا ومجموعة من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية. أولا اتفقنا على أننا سنشتغل على زيارة قريبة لفخامة وزير الأول لمملكة كمبوديا سعادة هون سين قريبا إلى المملكة المغربية. اتفقنا كذلك على أن نحضر للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية، اتفاقية بالإضافة لاتفاقية اللي وقعنا اليوم حول الخدمات الجوية. هي أن جوج الاتفاقيات اللي قريبة للتوقيع، منها اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمارات. هاد الزيارة وهاد تعزيز العلاقة كيجي كما تعرفون في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس لتنويع شراكتنا والانفتاح على فضاءات جغرافية ومجالات إقليمية أخرى. وفي هذا الإطار كان جاء تعزيز العلاقة بين المغرب وأسيان لكمبوديا عنصر أو بلد فاعل فيها، وكنشكر معالي الوزير وكمبوديا على دعمهم لتعزيز العلاقة بين المغرب وأسيان في إطار منظومة SDP بين اللي غتمنح للمغرب. كذلك كنعتمدوا كثير على كمبوديا لتعزيز العلاقة بين المغرب ولجنة الميكونغ ريفر اللي زار الأمين العام ديالها المغرب مؤخرا، وقعنا على برنامج عمل خلال 5 سنوات القادمة لتعزيز العلاقة مع هاد المنظومة الاقتصادية. كذلك الزيارة كانت مناسبة لتأكيد دعم المغرب
لترشيح كمبوديا لتصبح عضو ملاحظ في منظمة التعاون الإسلامي من منطلق جو التعايش واحترام اللي كتلقاه الأقلية المسلمة في هذا البلد. ونحن سندعم هذا الترشيح وسنعمل على أن ينجح خلال القمة المقبلة. هذا اللقاء بيناتنا اليوم كان مناسبة كذلك للشكر للوزير وكمبوديا على موقفها البناء من قضية الصحراء المغربية منذ سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية في هذه 21 سنة. واليوم كاين مواقف إيجابية لهذا البلد إزاء هذه القضية المهمة للمغرب وللشعب المغربي. اتفقنا كذلك على أن نعزز آليات التشاور السياسي، وتنعقد لجنة الحوار السياسي خلال السنة المقبلة في بنوبين. كما اتفقنا على تعزيز العلاقات الإنسانية بين البلدين، وفي هذا الإطار أخبرت زميلي بأن المغرب قرر الرفع من منح الدراسة للطلبة الكمبوديين من 5 إلى 20 منحة سنويا انطلاقا من هذه السنة. المغرب وكمبوديا يمكن يشكلوا واحد الآخر جسر للعبور إلى منطقة الآخر. المغرب يمكن له يكون هو جسر كمبوديا للعبور إلى شمال وغرب إفريقيا والعالم العربي، كما أن المغرب يمكن له يعتمد على كمبوديا لتكون جسر للعبور إلى منطقة آسيان وإلى هذا الفضاء الفضاءات المختلفة اللي كتنتمي لها مملكة كمبوديا. أما على مستوى التعاون المتعدد الأطراف، فقد أعربنا عن ارتياحنا للتنسيق القائم بين المغرب وكمبوديا داخل المنتديات الدولية، واتفقنا على مواصلة هذا التعاون مع تبادل الدعم لترشيحات بلدينا. وأود هنا أن أشكر مملكة كمبوديا على دعمها لترشيح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن في الأمم المتحدة للفترة 28-29، وكذا لنيل صفة شريك للحوار القطاعي مع الآسيان. وأجدد كذلك دعم المملكة المغربية لكل الترشيحات التي تقدمها مملكة كمبوديا في المنظمات الدولية والإقليمية. ختاما أريد أن أؤكد أن التعاون المغربي الكمبودي يسير بشكل جيد، وزيارتكم معالي الوزير اليوم ستشكل نقطة تحول مهمة في هذه العلاقات. اتفقنا على بيان مشترك اللي فيه إشارة إلى مجموعة من هذه القضايا، وغيتم التوزيع دياله عليكم الآن مباشرة بعد هذه الندوة الصحفية. شكرا. ليس عني إلا أن أتفق معكم سيدي الوزير بخصوص كلماتكم حول العلاقات الطيبة فيما بيننا التي تجري بين بلدينا. أنا أتشرف بأن أكون أول وزير خارجية يزور عاصمة الرباط، وهذه أول زيارة لي في الواقع أيضا، والزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية واستقصاء طرق وسبل المضي قدما بهذه العلاقات في مجالات عديدة: الاقتصاد، من الاقتصاد والاستثمار والسياحة أيضا، والتربية والتعليم. وأشكركم على رفع مستوى المنح والثقافة أيضا، العلاقات بين الشعبين، وأيضا العلاقات التعاونية البرلمانية، وهذه كلها ضمن مجالات عديدة للتعاون اتفقنا على الانكباب عليها. اتفقنا على خريطة طريق للمضي قدما بهذه العلاقات والارتقاء بها، كما أيضا اتفقنا للمضي قدما باستكمال عدد من الوثائق
التي سيتم التوقيع عليها قريبا، خصوصا أثناء الزيارة القادمة لرئيس وزرائنا الذي قبل دعوتكم لزيارة المغرب، وكلاهما مهمان لعلاقاتنا التجارية لحماية الارتقاء وحماية الاستثمارات والاتفاق حول منع الازدواجية التضريب بين البلدين. وحيث أن زيارتي تتطابق مع رمضان، أود أن أتمنى كل التمنيات لكم والتبريك بشهر رمضان. كمبوديا تعزز وتشيد بهذا الشهر المبارك، وأشيد بتعاوننا، حيث في السنة الماضية أنا والسيد موريطا كانت لدينا مناقشات مثمرة ومحادثات مثمرة، وكان هناك مسؤولون كبار قاموا أيضا وأجروا مشاورات سياسية، وسعادة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب حضر أيضا اللجنة 43 للبرلمانات، وأدلى بتصريحات جيدة، حيث أنه قال بأن كمبوديا هي ممثلة المغرب في جنوب شرق آسيا، وأيضا المغرب ممثل لكمبوديا في أفريقيا، وهذا ما أعدتم تجديد عليه أيضا سيدي الوزير. إذن فالتفاعل هي تؤشر على علاقات قوية والاحترام المشترك والتنسيق والتضامن فيما بين بلدينا، كما يؤشر على الدور المهم الذي نحظى به في منطقتنا. وفي هذا الصدد نحن نشيد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار والرفاه الذي يحظى به المغرب تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس. وقلت للسيد الوزير موريطا بأن ما شهدناه في المغرب هو أن المغرب ما فتح يلعب دورا طليعيا في المنطقة سياسيا من خلال النهوض بالتعاون جنوب جنوب، وأيضا اقتصاديا من خلال الاستثمار في الدول الإفريقية، وأيضا من حيث الأمن فهو يساعد من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وفي مالي. وبلدانا يتقاسمان العديد من النقط المشتركة، فكلا المملكتين بوركتا بإرث ثقافي ثري ومخزون قوي، وقد أخذت مثالا عن القصبة، مسجد القصبة في مراكش الذي بني في نفس الفترة التي بنيت لدينا معبد كوا، وهو أكبر بنية في أو أكبر تشييد في العالم. إذن ولدينا آفاق مشتركة حول الكثير من القضايا الدولية، فنحن ملتزمان بالأمن العام والدولي والتعاون المشترك، وأيضا تقديم الدعم المشترك في العديد من المنظمات والمحافل الدولية. وفي هذا الصدد كمبوديا تشكر المغرب على دعمها لتطوع أو لترشح كمبوديا لبناء علاقة طيبة مع OIC أو منظمة الأمن، والتي هي تحدها رغبة من أجل دعم كل مساعي في هذا البلد وفي هذا المجال. أيضا تناولنا قضية الصحراء، وعبرنا عن دور كمبوديا لدعم كل المجهودات والمساعي التي تقوم بها السيد الكاتب العام والأمين العام المتحدة ومبعوثه الخاص. وكمبوديا تثمن بشكل كبير
مجهودات المغرب الواقعية وذات موثوقية لإيجاد حل للصحراء الغربية من خلال التفاوض. ونحن نجدد على دعم المغرب من أجل دعم ترشحه للحوار في الآسيان، كما ندعم أيضا ترشح المغرب كعضو لمجلس الأمن للأمم المتحدة برسم 2027-2029. لا يسعني أن هي كلمتي دون أن أقول ما يلي: أنا أحب كرة القدم إسوة بملايين الناس في العالم، وأنا كصديق أود أن أنكم على وصول المغرب إلى نصف النهائيات. أنتم أول فريق يصل إلى هذا المستوى من المنافسة، تسعون مساويا من أجل زيارة وزير الأول الذين إلى المغرب. شكرا لكم.